بسم الله. اليوم نعيش فرحة عيدي الاستقلال والشباب، وين انطلقنا اليوم 4 جويلية وغدوة 5 جويلية في مجموعة من مشاريع، سواء إعطاء إشارة الانطلاق أو تدشينات لبعض الهياكل التي تم إنجازها. الشيء المحوري ماهوش الإدارات العمومية اللي ربما اندشناها، وإنما هو قطاع الفلاحة اللي عطيناه إشارة الانطلاق، وين كاين برنامج واسع لكهربة المحيطات الريفية أولا، ثانيا هو التهيئات ووضع كل الشبكات لبعض الأحياء، وعطينا كرمز هو الحي نتاع تكنيوين.